من فضلك يا فضيلة الشيخ، كان في راجل على سن المعاش، المعاش بتاعه بسيط جدا، لكن هو عنده شقة تمليك، هو بقى عايز يبيعها ويحط فلوسها في البنك ويأجر من الفلوس اللي بتطلع منها شقة، وفي نفس الوقت هيكون معاش مزود، يقدر يجيب علاجه ويعني يصرف أموره. لا يجوز. لا يجوز. ايوه.